مرحبا شباب، ويعطيكم ألف عافية. رح أعمل فيديو سريع اليوم، بس أشرح شوي الفرق بين اللوك عنا شو بيعمل مقارنة مع الماي سيت اب، لأنه في لاحظت في بعض الناس عم بتضيع بالفانكشناليتي تبع الاثنين. أوكي، سو حتى نوضح سريعا، اللوك له علاقة بكل شي هون باليوزر بروجرام، ف انت بتعمل له خاصية معينة حتى تقدر تستفاد منه. هلا بالاجمال اللي انا متبعه اني انا برمجه حتى اقدر اني استفاد من الاصوات، حتى اي ايقاع انا عم بشتغل عليه في يقلب الاصوات بدون ما تأثر على الايقاع، بدون ما يقلب الايقاع. وانا هاعطيكم على سبيل المثال، اذا انا هلا مثلا نقيت اي نقول اي يو بي اس مثلا، نقول على هاي فتنا، اذا بختار انا مثلا هلا هيدا عطاني مثلا 282 التانجو. اوكي، اذا بختار واحد تاني مثله حده، لاحظوا شو عمل، غير هون. فاذا انا كنت عم بعزف فرضا كنت بهيدا مثلا عم بعزف ذاك الصوت، اوكي، بمجرد ما قلبت انا هون وعم بعزف تغير عندي وتغير الصوت. اذا لاحظتوا تغير الصوت، ليش؟ لاني انا مش عامل اللوك فانكشن. بينما اذا عامل اللوك وانا عم بعزف على هيدا، واذا انا عندي الايقاع ما بيغير، لاحظتوا شو ما بعمل، بس بيتغير الصوت عندي. لاحظتوا هون صرت عم بيتغير عندي، تغير عندي. فهيدا اول شيء بالنسبه لخاصيه اللوك. هلا كيف تستفيدوا منها؟ طبعا لونج بريس تعطيكم خاصيات ال شو اسمه اللوك، كل وحده اون او اوف كيف بدكم اياها. انا عاده هيدي الخاصيات اللي انا عاملها، فانا فرجيتكم اياها هلا هون. سريعا بالنسبه لموضوع الماي سيت اب، الماي سيت اب بمجرد ما انت عم تعزف فرضا انت بهذا الصوت وبهذا الايقاع مثلا، اول ما تعمل ماي سيت اب هو ببرمج لك الجهاز على الصوت والايقاع اللي انت بدك اياه. كيف؟ خلينا نعمل ديمو سريع. مثلا فرضا انا عندي حابب شغل الزنة، لنقول هيدا، اوكي، وعندي بدي على صوت مثلا ال اذا قلنا مثلا ال هون ساكسفون مع هيدا. اوكي، شو بعمل انا؟ برمجتن، جهزتن، اوكي، بكون فاصل اللوك طبعا هوني، نقيت الصوت، نقيت الايقاع، اوكي، اللي انا بدي اياه، ضلني كابس ماي سيت اب. Are you sure to write؟ بقول له yes. انا صار هلا عندي مبرمج، يعني فرضا انا هلا بهذا الايقاع حط هالصوت مثلا، اوكي، بمجرد ما انا هلا، لاحظوا هلا انا فصلت اللوك، اول ما حاكبس ماي سيت اب شوفوا شو حيتغير. وانا عندي بهيدا رجع للزنة ورجع رجع لهيدا. فهو دايما هيدا الحالة اللي بيكون اول ما يشتغل الاورك بيشتغل فيها، فهي هو الماي سيت اب. هلا دايما اللوك ضروري، اوكي، لان كل ما قلبتوا انتو بتغير عندكم هوني بتغيروا، وبس بدكم ترجعوا للماي سيت اب بيعطيكم اياها بهالطريقه هيدي. فهيدي اهم شيء تعرفوها انتم بهالطريقه هيدي. ثانك يو لكم.